قول الوليد بسم يا ناس سما وبسم المنية جبد مرداء مرداء وبلا دفن فوق السطح خلو والله خلا يوم شربة مية ليش حرمه اي ومن شربة مية ليش حرمة ويلي 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 شقالت الزهرة بحسين ذكرني يا هالناس بس الفرق جسمه على الراس صحيح ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن جنازة معطلة ثلاثة أيام هذا وجه شبه لكن أكو فوارق بحسين ذكرني يا هالناس بس الفرق جثة بلا راس بعد وجثة مهيب الخيل تنداس وأخت مهيمة بين الرجاس اي وأخت مهيمة ما بين الأرجاء بيت الدعاء وأسألك الدعاء نعرج على المولى أبي عبد الله شقد فوارق شاسعة بين الجواد وبين الحسين عليه السلام هذا بقي ثلاثا لكن تعال اسمع الحسين شلون بقي شي يقول الشاعر ما إن بقيت من الهوى على الثرى ملقين ثلاثا في رضا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي بعد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالشمس كالبيد فوق الذابل ميادي يا خويا شلون قلبي يهود عليك ويبطل ونينا وعلى راس الرمح راسك اقبال العدم علقينا بس تأمل ما اريد اتعبك راسك يا الولي من فوق راس السمهر مركب شحب من النزف لونه وشيب بدمه مخضب شي يسوي شيال الراس وشياله يا بوسكينه يطوح الرمح بيلعب واحنا قلوبنا على الحال يا اخويا يأذين اسمع لي انا خاطبته وناشدته يا ظالم ترحم حالي ايش رايد زينب يا ظالم ترحم بحالي نح الراس عن عيني تراكم
مردد دلالي والله يوجعك هالبيت ما تقدر عليه. اي ايش قالت نحي الراس عن عيني تراك مردد دلالي انا ما اقدر اشوف الريح تلاعب شيبة الولي. إيه انا ما اقدر اي والله اشوف الريح تلاعب شيبة الولي. صارت تخاطب حامل الرأس ايش قالت له؟ يا شيال راس لا توجعه. الله 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 يا زينب ايش قد حنينه. يا شيال راس لا توجعه يا اخاف ان تلج مجروح لبضلعه. دريب لي دريب لي اريد الساعه وادعى وهذا فراقنا ما بعد مصدر. يا شيال راس حسين سدره رد الحفر تو السده بقبره. يا خايب شفت هذه قبل تجره. شو اللي صاير؟ قالت بقفرة جثته والراس سده. يا شيال راسلات لوحة دهبط عن بقايا الروس رمحة أخاف يفوت ريح الهوى بجرحة وصوابة عليه يقوم يسعى. أحسين بعدك لا هنا